أورشي واهي المدرسة دلهي الخاصة المنطقة التعليمية الشارقة. الصف السابع راهول نامبيار المدرسة أبو ظبي الهندية الخاصة المنطقة التعليمية أبو ظبي. عبد الرحمن محمد البنا المدرسة الاتحاد الخاصة المنطقة التعليمية دبي. محمد الإمام حسن الإمام المدرسة المهارات الحديثة الخاصة المنطقة التعليمية دبي. هزاع سعيد محمد سيف المزروعي المدرسة وادي الحلو المنطقة التعليمية مكتب الشارقة التعليمي. أحمد طالب محمد سويس المدرسة المغيرة بن شعبة المنطقة التعليمية الغربية. ميثاء راشد جمعة الشامسي المدرسة زينب للتعليم الأساسي والثانوي المنطقة التعليمية رأس الخيمة. الصف الثامن أسمى محمد عبد الله المزروعي أعلى نسبة 98% المدرسة عائشة بنت عثمان المنطقة التعليمية مكتب الشارقة التعليمي. اليازية محمد حارب الدرمكي المدرسة الحضارة للتعليم الأساسي الحلقة الثانية المنطقة التعليمية العين. فاطمة الزهراء محمد زهيد الشهابي المدرسة الظهرة للتعليم الأساسي والثانوي المنطقة التعليمية دبي. ريم راشد أحمد سيف الطنيجي المدرسة البردة للتعليم الأساسي الحلقة الثانية المنطقة التعليمية الشارقة. سارة عبد الرحمن لذقاني المدرسة بيت المقدس الدولية الخاصة المنطقة التعليمية أبو ظبي. هند راشد مطر المهيري المدرسة جميرة النموذجية المنطقة التعليمية دبي. أكراكان فرانسيس ليونارد المدرسة أبو ظبي الهندية الخاصة المنطقة التعليمية أبو ظبي. ديبيو ماجو مادار المدرسة أبو ظبي الهندية الخاصة المنطقة التعليمية أبو ظبي. عبد الله خليفة محمد خليفة راشد الغفلي المدرسة عثمان بن أبي العاص المنطقة التعليمية رأس الخيمة. الصف التاسع خالد جمال أحمد إبراهيم الزعابي المدرسة بلاط الشهداء الحلقة الثانية المنطقة التعليمية رأس الخيمة. فيصل سيف خميس سعيد المزروعي المدرسة وادي الحلو المنطقة التعليمية مكتب الشارقة التعليمي. إيمان علي محمد سيف صالح المزروعي أعلى نسبة 98%. راية سعيد عبد الله خلفان المزروعي المدرسة مزون للتعليم الأساسي والثانوي المنطقة التعليمية رأس الخيمة. تسنيم توفيق محمد إبراهيم المدرسة حصة بنت محمد الحلقة الثانية المنطقة التعليمية العين. عائشة سليمان علي عبيد السلامي المدرسة صفية بنت حيي الحلقة الثانية المنطقة التعليمية الفجيرة. الصف العاشر أسمى سيف محمد سيف صالح المزروعي المدرسة عائشة بنت عثمان المنطقة التعليمية مكتب الشارقة التعليمي. عائشة عبد الله سالم الطنيجي المدرسة الإبداع للتعليم الثانوي المنطقة التعليمية الشارقة. زهراء محمد إسماعيل قبلان المدرسة مريم بنت سلطان المنطقة التعليمية العين. شيماء خميس محمد عبد الله المدرسة الجرف للتعليم الثانوي المنطقة التعليمية عجمان. ضحى طالب حسن الحيالي المدرسة الصباحية للتعليم الثانوي المنطقة التعليمية رأس الخيمة. عبد الله عوض مبروك بالليث المدرسة الدهماء النموذجية المنطقة التعليمية العين.
جسوين جاي بول راج، المدرسة أبو ظبي الهندية الخاصة، المنطقة التعليمية أبو ظبي. الصف الحادي عشر، آلاء سعد عبد الجواد أحمد، المدرسة الهمهام للتعليم الثانوي، المنطقة التعليمية رأس الخيمة. لولو محمد فريح خلفان القبيسي، المدرسة المتحدة للتعليم الأساسي والثانوي، المنطقة التعليمية الغربية. نعم حميد خلفان سالم المزروعي، المدرسة عائشة بنت عثمان، المكتب التعليمي من الشارقة. فاطمة حسن أحمد الحوسني، المدرسة المواهب النموذجية، المنطقة التعليمية أبو ظبي. جنان عبيد علي محمد سعيد الحفيتي، المدرسة أم المؤمنين للتعليم الثانوي، المنطقة التعليمية الفجيرة. مريم عبيد محمد سالم العضب، المدرسة سلمى بنت قيس للتعليم الثانوي، المنطقة التعليمية مكتب الشارقة التعليمي. مجيدة محمد عبد الحكيم، المدرسة منار الإيمان الخاصة، المنطقة التعليمية عجمان. شيخة محمد سالم سيف الطنيجي، المدرسة الإبداع للتعليم الثانوي، المنطقة التعليمية الشارقة. الصف الثاني عشر، وديان محمد جاسم صالح النعيمي، المدرسة الصباحية للتعليم الثانوي، المنطقة التعليمية رأس الخيمة. روضة محمد جمعة محمد المرر، المدرسة المواهب النموذجية، المنطقة التعليمية أبو ظبي. فاطمة عبيد علي السلامي، المدرسة دبل فجيرة للتعليم الثانوي، المنطقة التعليمية الفجيرة. ميساء وائل خالد أبو هلال، المدرسة الاستقلال الخاصة، المنطقة التعليمية الشارقة. رنا عادل محمد علي حماد، المدرسة المتحدة للتعليم الأساسي الثانوي، المنطقة التعليمية الغربية. ثانياً فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، شيخة حسن علي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. بشرى عبد النعيم جبر مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. محمود رمضان غنيم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. عبد الله إسماعيل مشموم مركز زبي لتأهيل المعاقين. ناصر علي خلفان مركز فجيرة لتأهيل المعاقين. محمد أحمد صالح حسني مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين. أما الآن فقد حان أن يرد الوفاء لأهل العطاء، وأن نتقدم لصاحب السمو حاكم الشارقة بكثير من الامتنان والعرفان بأن منحنا هذا الأفق التربوي الرائع في بادرة تفيض بالثناء. يتفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم ليتسلم درع التكريم نيابة عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة. الآن مع أخذ صورة تذكارية للمكرمين مع سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. إنها الشارقة تشرق بضياء العلم والنور، جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، تمضي في ذات المسيرة وفق المنظومة العامة للإمارة
التي شيد صروحها سلطان الشارقة. شكراً لصاحب السمو حاكم إمارة الشارقة على هذا الدعم اللامحدود لأبنائه من جميع أنحاء الدولة.